حلقتنا اليوم عن مرض النقرس، اللي هو ارتفاع حاد في نسبة حمض اليوريك في الدم، ويبدأ بالترسب على أنسجة وعضلات المفاصل، ويسبب التهابات وتورمات شديدة، وتي على شكل نوبات مفاجئة خاصة وقت الليل، وتكون غالباً في إبهام القدم أو الكاحل أو الركبتين. حمض اليوريك هو ناتج من عملية تحليل البيورين الموجود بشكل طبيعي في الأكل، والمفروض حمض اليوريك يذوب في الدم وينتقل عن طريق الكلى إلى البول، ولكن الحالات اللي يتم فيها إنتاج حمض اليوريك بكميات كبيرة أو أن الكلى تتخلص من كميات بسيطة فقط، فالباقي يتراكم على شكل بلورات حادة تشبه الإبرة وتترسب في المفاصل وتسبب ألم والتهابات وانتفاخ. فمن المهم إذا كنت تعاني من ارتفاع حمض اليوريك تشرب من 2 لـ3 لتر من الماء بشكل يومي، وإذا كنت تشتكي من وزن زائد أو سمنة لازم تنزلوا وزنكم بالطريقة الصحية وتجنب النزول السريع لأنه بيزيد المشكلة، والتركيز على منتجات قليلة الدسم، وقللوا من الأطعمة العالية بالبيورين نفس الأعضاء الداخلية مثل الكبد والنخاع والكلى واللسان والقلب، وأيضاً اللحوم المفرومة ومرق اللحم والنقانق والمرتدلة والكافيار والربيان والسمك والسردين والتونة، وأيضاً الحمام والبط والأجبان الصفراء والشوكولاتة.